امي يا ما تمشى معي اتمشى معي نوض مالك يا ولد نوض مالك نوض مالك سدار وشك تشي سدار خون جاجا امشي معاوج جاوري يقولوا كل خون جاجا يا خون برد وخر الشوبي انا ما نديلوش هكا باب باب كاينو فيهم ما راحو يخليهم اطلق لي ولدي صح بعدين الشوبي اطلق لي ولدي بعدين ولا تركو عادي اطلق لي ولدي عادي تروح ما بدك بعديني غاديكا هيا امشي Amar Ben Chir. Votre premier vol remonte à 10 ans, le 20 avril 1930. Le tribunal vous a condamné à un mois de détention dans un centre de redressement. Mais vous vous êtes échappé 10 jours plus tard. Vous avez été arrêté le 6 octobre de la même année avec un groupe de malfaiteurs. Donc, condamné à 11 mois, vous avez encore trouvé le moyen de vous évader le 17 août 1931. Arrêté, condamné et à peine libéré, vous avez été chez le Qaïd, M. Sabi, un honnête citoyen, pour l'obliger à quitter sa propre demeure.
Vous l'avez menacé, lui ainsi que toute sa famille. حبيت رجع دارنا. واش من دار؟ Quelle maison? Puisqu'il existe des preuves formelles que cette maison appartient à M. Sabi. Donc, devant le refus légitime de M. Sabi de ne plus céder à votre folie, vous avez trouvé le moyen de provoquer les fils de ce dernier publiquement. Résultat, un homme grièvement blessé, infirme pour toute sa vie, et l'autre, une mâchoire cassée. L'arme utilisée, une pioche. Ayant reconnu les faits que l'on vous reprochait, vous avez passé 5 ans en prison. Libéré le 14 octobre 1936. Mais il y a à peine 9 mois, avec un nouveau complice, le nommé Bendriss Abdelkader, dit le poète, vous avez tenté de mettre le feu à un dépôt de matériel agricole. Alors que vous étiez recherché par les gendarmes, vous trouvez le moyen de célébrer un mariage. هذا طفل يتيم ولد ولدنا وبنت بنتنا اني طالب سويجه مسايس تحفظها وخاتم تحفظها وخلخال تحفظها رانا قابلين هيا كل شيء مبارك عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليكم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين والحمد لله رب العالمين كل شيء مبارك عليكم ان شاء الله Un mariage. C'est tout pour aujourd'hui. Emmenez-le. يوم الجامعة لقيت شابة تبكي عند القبور تعي نوفو اسمي بندريس وانا عبد الحميد جابوك انا على قتيله ولا سرقه ماني قتال ماني سراح جابوني على السياسه على الوطن غريب انا راني هنا على جلد الشعر كنت نغني في الاسواق ونقول الشعر نتاعي ونتاع شعراء اخرين الجدرميه ما حبوش قالوا لي لازمك تغير الكلام قلت لهم يا ودي علاه قالوا لي الشعر نتاعك يعبر على الم الشعب في البدايه حسبوني مداح قالوا لي ابغى دي الحلقه لازمك تخلص قلت لهم ما خلصش جابوني واعطوني الهراوه وراهم من ساعه لساعه يجيبوني هنا راني موالف نوط ريح نوط نوط قاوري ولا عربي هذا؟ عربي جابوه على السياسة يقول تاني يعرفوا يهضروا العربية لو كان قاوري ما يصوتوش كيما هاك وزيد بزيادة قلت لك هذا راه هنا على السياسة وهادو صحاب البوليتيك يا ولادي ديروا الثقة فيها ما تندموش راح نجوز معاكم ممكن نهار ممكن شهر ممكن سنين في هذا السجن مانيش عدوكم عدونا قال هي مر الباب لازم نتحدوا باش نحرروا بلادنا ونطقوا على عدياننا يهدر بزاف هذا ما تنواش يا سي عبد الحميد انا وعمر كنا نتكلموا على الشيء اللي ما تهمكش هيا نوط ريح نوط Okay.
Toi dans la cour, ne te mêle pas aux autres prisonniers. Sinon, tu ne sortiras plus, compris? جابوكم واحد جديد ها؟ تعرفوا؟ نعرفهم اصحاب البوليتيك، وهادو وين يجوزوا كل دوار يشعلوا فيه النار. ورايحين يديوه يا الكيان يا لا كورس. مدرس قلنا داك الشهر تاع ما بقات عشرة. يا ما بقات عشرة في هاد الدنيا ما يشوفونا ولا خبر يبان. اسمحنا في نساو الدرية، اهجرنا دشرة الامان، حبسونا في حباس المنية. ما يشوفونا ولا خبر يبان، عاسين علينا بالبندقية، هاجمين علينا من كل مكان. تقول المطرق يرغي صباح وحشية، شربنا السم وماكلتنا الحزان. تسندي هيا هدبيت 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 يا ولدي. هذا قرن الاستعمار الفرنساوي حط الجيوش نتاعو في أرضنا الشريفة. شعبنا اليوم فقير جيعان عطشان، دولو أراضي كولون. شكون هذا كولون؟ المجرمين سراق أوروبا. الجزائري يتكلم حطموه ويحكموا عليه بغير حق، يستناها السجن العذاب والنفيان. الوطنيين الحقيقيين مسجونين في ديارهم. الوطني اليوم باه يتحرك من موضع الموضع، من دوار الدوار، لازم له تسريح. إخواني لازم نتحدوا باه ندافعوا على تقاليدنا ديننا وبالخصوص شرافنا. لازم نكونوا كالصخرة مغروسة في عمق البحر لا تهزها الأمواج مهما تكون قوتها. يا اللي زهيد بيا من لا توالفاش، شد رسن الله يديك الهواء، هذا بحر غامق ومنطانه يغرق. يعطيك الصحة. كاين نشيد ما تعرفوش. قول. فداء الجزائر روحي ومالي، ألا في سبيل الحرية. Thank you.
دروك يا عبد الحميد. راح الله يسهل، انا مازال لي شهرين. فوتوا الليلة هنا هكذا نكونوا مضمونين. وين هنا في هذا الواري يظهر لي في كل ولية كاين الجنون. الجنون اللي كاين هما احنا، وإذا كاين جنون اخرين بلا شك نفوتوا معهم سهرة بالشعر. بات كيف انا دخل والي حرام دروك من وليت حرك تكلم كي القاضي. انا مسلم ومكتف الوليه. اي غير بدو شويه. اي خير يا سيدي جهد، جيتك في وجه ربي يا سيدي جهد حتى تهنيني من ديك العجوزة شيبة النار. وما ذاك الراجل مسكين تقول هايشة كان غير هو
كراني مهنية وعايشة لاباس في دارك يا سيدي جهد، حتى تهنيني منهم. يا سيدي جهد جيتك في وجه ربي حتى تعطيهم فهي الهاو باه ينعموا عليا. يا سيدي جهد يا سيدي جهد، نجي كل عام وندير فيك الوعدة. يا سيدي جهد يا سيدي جهد، جبتك ربي يا سيدي جهد حتى تحن عليا وتهنيني منهم. على خير الخديج. الله يفتح عليك الله يغنيك. ربي جاب لنا هاد الدراهم. الدخان حرام وهادشي ماشي حرام. ها يا بنت الحرام جي وما زوريش. ياه ومين تشوفوهم روحوا علمونا. عمر ما عندوش وين يروح، حصه يجي لهنا باش يشوف امه. واللي راه يعلمنا الحكم راه يكافيه. هيا تربحوا. اين نرجعوا على طريقنا؟ ما تخافش راهم راحوا. يجي يشوفك. راه يجي عمك تاع مرا شيختي غير دروك هود للبحيره. نحمدك ونشكرك يا ربي يا ربي على دعوتي اللي راهي عندك مقبوله. امين. راكم عيانين، نروح نجيب لكم شويه قهوه ونجي. ما تغبنيش روحك يما. روح نجيب لكم شويه قهوه ونجي ولدي. ايه شويه خبز الله يفتح عليك، رانا جيعانين. يا البح البح بكري. وين راهم؟ وين راهم؟ تسمع راهم خبروا. عمار عمار وخويا حوجي انا واخدو. خفهم خف. واش كاين هذاك الكلب تاع القدوة؟ سمعوه حوجي انا في ولدي هكا ما شافوهاش. هيا هيا خفوا. حوجي انا ولدي راه جيعان. حوجي انا مدا فيا الكلب نديرهم كساله باش يدوها معاهم. ها حوجي ها حوجي. وراه المكحله تاع ابوي؟ راهي في القربه وليدي. وين؟ راهي في الصندوق. ها حوجي مدا فيا الكلب نستنى. وماذا بكم فوتوا على الجبل؟ ها حوجي انا مدا فيا. ها حوجي انا في ولدي. ها حوجي روحوا يا ولادي روحوا ما تقعدوش. كلب كبير وعلى الصور ديك البابا. ها حوجي انا هكا وليدي الله يسترك. هكا وليدي الله يحفظكم. ونصيك يا ولد خويا استعمل هذا الشيء غير باش تدافع على نفسك. الجريمه حرام. قالك هاني يا عمي تبقى على خير. سلامه تبقى على خير عمي. سلامه الله يستركم. تبقى على خير يما. تقعد كرا وليدي. تبقى على خير امي. هذا وليدي الله يحفظكم. قول لي عمي. نعم مازال دير سياسه؟ ما زلت منتصر ان شاء الله. شرا باغي عندي حوجي انا جلو جلوهم جايين نجوا نجوا حوجي انا في وليداتي. عمار ما راش هنا. عمار عمار يا وراني نقول لك ما راش هنا يا وحد البياع. يا ما عندك وين تروح؟ ما راش هنا يا اللي بعت بلي عمك. ادخل فيك نشمك ولا من جبدك. راني نقول لك ما راش هنا. وحد الكلب نكلب. اختار. راني نقول لك ما راش هنا. تخرج ولا ندخل من جبدك. ما راش هنا. راني نقول لك بلع فمك تي واحد ستون. ما سيدي الحرمه واش من الحرمه هذه؟ يا انا حاكمك حاكمك. عمار عمار ها حبجي انا ما راش هنا. راني نقول لك يا وحد البياع. راني نقول لك يا حبيبي 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 يا حبيبي
غادي. كي راك يا بتعان؟ نحمد ربي. نحمد ونشكره. هادو سوي الحال. حبيت جبتهم العيشة إلى عجبه. يا مرت خويا أنتي في الصحة، مانيش باغية عايشة بنتي تولي كيما أنتي. كيما أنا؟ كي تعود كيما أنا ما فهمتش. مانيش باغية عايشة بنتي تتهجل وتقعد لي في الدار كيما أنتي. ايه مالا غراويك المال؟ مالا هضره الناس ماشي كذب. ما كان حتى مال، ما تضليش تهضري على هضره الناس وتقولي راهي باغيه تعطي بنتها لولد القايد. لا لا بنت عمي ما كذبوش، الهضره صح. ومن راكي تجري وتطيحي وتنوضي وتجيبي لي في هاد الحوايج؟ عمار ولدك وين راه؟ راه في الحبس، شبه غير طريق باباه وسيرة باباه اللي كان حاسب روحه هو شيخ الدوار. اسمعي ايه، ما نقبلكش تهضري على راجل المهم تاع راجلي هكا، فهمتي؟ بكري مي قام صحته وكان يجيب القفه ويوقف لك عند الباب، كان مليح. ودروك من مات بالك ماشي مليح، بصح الا مات مات على ارضه وعلى فلاحته وما باش يعيش عيشه الدل، فهمتي؟ انا المرحوم ما عندي حتى هضره عليه. وما تنسيش يبين لهذاك خويا، خوك لو كان جا خوك ما تبدليش خو ولد خوك بولد القايد، فهمتي؟ بصح الا كان عطيتيها بالصح لولد القايد ها هي وها هي نزلتي شتي هاد الوجه من اليوم. مساء الخير لالا. مساء الخير. سمحت بلي عمار خرج من الحبس. علاش خرج من الحبس؟ كون قعد له خير. واش تحبي يا لالا؟ لازم نطيعوا لوالدينا. طاعت الوالدين مليحه بنتي، بصح لازم ولد القايد يموت كلكل. عيشة قولي وراك رايحة لالا برا. هبوا عندها الوقت روح. هبوا الخير سيد القاي. ياك مناتك باش تجي هنا وراك عارف باللي هاد الارض راهي مسيزيه، ولا حبيت تدير الحيله؟ انقلع البطاطا نبيعها بنخلص غرام. تعرف القانون مليح ها؟ ما زلت في عادتك. راني خايف راك باغي تيتم ولادك ياك. اسمع مليح، ادي ولادك وروح بعد من وجهي. اليوم اصبحت مليح، لو كان نصيبك منا على خمسة دقائق هنا راني ندخلك للحبس بالركلة. عرض عرض يا سيد القاي. انا تاني عندي ما بصح ماتت وما زال لسانك طويل ويقطع يتكلم مع سيدو. خذ هذه الشريطه وديها للفوريير تاع الجدارميه، وما تنساش فرغ البطاطا في الدار قبل تلحق الجدارميه ياك. علاش بويك شرى هذه المكحله؟ على خاطر فقد كل امل. حكاية قديمة، كانت في عمري 6 سنين كي فرنسا دارت بوي وعمي مشوشين وقت الحرب نتاع 14. هو ما حبش يشارك، قال ما تهموش، لكن عمي من سياسي ويظن كيما الناس اخرين لما يشارك حياة الشعب تبدل. كان غلط، ناس الدوار كانوا يخمو كيما بوي. فرنسا دلتهم اكثر من الاخرين.
هو ما قدرش يتحمل الظلم تاع القايد الصابي، وما قدرش على الدية تاع الادمينستراتور. تلزم عليه الحال، باع كل شيء باش يرجع الدين وراح المدينة يخدم. 9 شهور من بعد رجع هو في حالة الموت، وما بقى له غير هذه المكحلة. والله يرحمه، تعب كتير قبل ما يموت. ضنا تسيبك واغط رام يكونوا رشاو. راني صبتو. شوف يا عمار، قد ما نحبوا ندفنوا الشعر، الشعر عمره ما يموت. اسمع هاد القصيدة، اسمع. ما ننسى حق الوالدين ولو تبقى شعرة من عمري، كيف ننكر قلب الحنين العطف اللي عرفته في صغري. إذا سهرت عليا العين غير باش نعيش ونفرح في كبري، بابا أمي نقسم باليمين ما ننساكم ولو في قبري. راك تشوف في هذيك الدار اللي لهيه؟ لهيه على اليمنى، كانت تاعنا، قدامنا الادمينستراتور يحتم على بوي يبيعها. ودروا شكون ساكن فيها؟ اللي راهم ساكنين فيها هما عديانا الكبار، ولاد صابي قياد من البولجد. Vous n'avez rien entendu? Non, je n'ai rien entendu. Et toi, Paulette, tu as entendu quelque chose? Non. Pourtant, ils ont dû faire un sacré boucan. Aïe, t'es une femme. Ou ma femme, toi, l'eau. Bah, d'un nas, il s'est dit. Bah, je suis une saada fait à Dunia. Ou hâte à saada, peut-être. Il y a les talons, ça va. Ou un nasat fait à Dunia. Rien, je l'ai vu à Matelèche. Sarah. لقمة العيش تجري أكثر منك. صحة يا مرا صحة. من اللي بطلت الخدمة النهار كامل وانت تتكلم، والكلام نتاعك نتاع كل يوم نقدر نواسي به الطواجين نتاع الماكلة. من ديك الهضرة وراك صنعت لي هذاك الحيط اللي راه مهبس. يقولوا باللي كرش ما يتشبع. تقول الراس غني. وأنا يا مرا كرشي جيعانة. نتكلم ونتكلم. شيخ لوز. هاي معي سبيل الاتحاد. عاون الجزائر. في حق الكفاح. جماعة جدرمية. أو على خير يا جماعة. سلام الله. عسى نكبات الدهر تزول. تشوفوا يبانوا كالاولياء الصالحين هادو بلايسة، ويعرفوا ربي وهما يخدموا غير الكحلة من التوت. سي عثمان، تنجم تقولي لهم اللي ينعدتنا وين راه عمار بن يدريس وحبيبك عبد الحميد راه تكافيه فرنسا بحجة المكة. Le téléphone arabe est arrivé avant nous. On peut vérifier? Eh oui, bien sûr, bien sûr. C'est même. Nous pouvons nous présenter à Azina, les gens de la mort. C'est Septi, c'est Septi, c'est Fadal. Adam Allahu Ajrakum. Ajrana wa Ajrak, ya Sidi Al-Qaïd. Qu'est-ce que tu as dit, ya Septi, qui est-ce que tu as dit? Woldi, ya Sidi Al-Qaïd. Woldi, tu as un enfant, à ce que je sais.
هو اللي توفى داخل البير هذه ليها 3 شهور ولا اكثر ولا راني غلط؟ الله يرحمه ويوسع عليه يا سيدي. وقصد هذه الليله 40 يا سيدي. حبيت تطنحنا ولا واش دير 40 انت في 3 شهور من بعد؟ ما كانش عندي في هذاك الوقت وراه يوقف عليا في المنام يا سيدي. يوقف عليك في المنام؟ هيا معنا لدار الجدارميه راهم يفسروا لك هذا المنام يا سي سبتي. وانتو ما تفركتوا من على 5 دقائق نصيب واحد فيكم هنا راني نرميه. تبعنا يا سي سبتي. اخواني لازم ان نكافحوا باش نحسنوا الظروف فكريه والماديه نتاع خاوتنا ويليق كذلك ندافعوا على كل الشعب ونعملوا باش السكان بدون تفرق في الاصل ولا في الدين يقدروا يتمتعوا بنفس الحقوق وبنفس الواجبات. كيفاش بغيت واحد اللي كان مستعمر يجب يتفاهم مع واحد اللي كان مستعمره؟ الحزب نتاعنا ما يفرقش بين الناس والمصالح تلزم الشعوب باش يتحدوا ويكونوا على كلمه واحده يا طنطا هو وباش يا طنطا يضمنوا يا بطاطا العلاقه التجاريه نتاعهم يا بطاطا يا سروديه يا طنطا يا طنطا هو. حتى انا عندي هديه لعائشه ولكن بالشعر. اسمع يا حسره على وقت زمان منين العماد كانت تمتان يا عائشه يا ورد بن نعمان عمر دارك وسط جنانه من الصغر عمر يتمناك ومن حبه راه وراك دائما متمني يبقى بحداك ولا حد يهز بنيانه جا الصبي بالقوه والمال الولد عروسه بغى يديك بلا سوال تخبلت عقولنا تخبال والقايد عطاي بوزيانو السن بالسن والعين بالعين عمر ما بقى له قلب حني ما عنده صبر يجيبو منين منين الدولو ضو عيانو يا عيشه تفكري ذاك اليوم اللي عامت علينا الهموم مع بعض جرعنا السموم ونجوم اللي قاع ما بانو القايد الهم منا الحقوق ضم نفسه غير هو مخلوق عاد كل واحد منا مخلوق ويفك في السلسله بسنانو احنا اصحاب القمنا والشان ظلمونا وحقنا ما بان يا عيشه يا قره العيان راكي زدتي في طشطانو عجبكم؟ والله يا بندريس ما فهمت والو بس عندك حلق حنين فكرتني اوين دوار ابني عمران صحتك عايشة السلام عليكم السلام عليكم صلاتك مقبولة واش كان عمر وليدي شوف لي سي أحمد انت وسي أحمد راني مسحقكم في زوج لا خير غير الخير سي أحمد السي أحمد واش كاين راه جانا ضيفهولي عمر
السلام عليكم يا جماعة. بالله طور يا بركان، اليوم ما بقى أمل، عايشين وسط الحزان والظلم جا زمنا، قلنا لي صبر ينال، ضحينا ولاد ومال، أهجرنا الجبال سيف الظهر بلانا، وين القلب الصبار دشرتنا راهي نار، عافسين على الجمار والقرطاس ورانا، خوتنا في الحباس وحنا بنيان بلا اساس، اسمعوا لي يا ناس وقت الحق جانا، شعبنا داروا له الجام منعوا حتى من الكلام، الضر علينا دام من جرحى كفانا، ابكي ونوحي يا عين ابكي على وقت الشين، لا عطف لا قلب حنين المطرق مشانا، وينكم يا رجال زمان وينك يا فلان وفلان، قوموا شوفونا الان شوفونا كي رانا، المرأة قاسات المرار ومعها ولاد صغار، اسطرهم يا ستار راله الأمانة، الشيخ حياته فنات من دموع الأرض روات، أيام الخير ما بقات غير الشر لقانا، قصدكم يا الحباب في يدي هاد الكتاب، كتبتو مداد العذاب والصفحات مليانة، طور يا بركان طور اليوم ما بقى أمان. Arrêtez Ben Driss, c'est un agitateur politique. شعر نقاس بصح عمر مازال حي يا اخي، عجب يقتلوا له واحد وما يسيبوهش، الشيء اللي قدروا يعملوه ما يهمناش، بن دريس مساله سياسيه، عمر هو اللي يهمنا. طيب حوسنا عليه في كل مضرب وما لقيناش، تم جدهم يحوسوا عليه، زيدوا زيدوا حوسوا عليه. لا تخافش يا ولدي، قول هاني راك في الامان ومضمون ان شاء الله، وراك في وسط خاوتك كي انت كي احنا. بارك الله فيكم، تكلاب طلقناهم راهم عسام. قول رحم النساء ما تقولش انا مرجال اكتري فينا، هادو هما ولاد دروه كارهم هكا يدخلوا في كل شيء. هاكي ربي يشدهولك، زين ربي يشد لنا فيك حتى انت يا اختي عايشه،
انا عارفين كيف راكم عايشين في هذه الدنيا. ايه واش نديرو، هذا الشيء مكتوب تاع ربي، مقدرة علينا وعليك. اش اختي هذا السلاح شي يديروا به؟ شوفي هكا ويدخلوا هذه هنايا، شفتي؟ واش بك تضحكي؟ بغات تغني وحشمت. غني غني نحشم سيدي راه هنايا. غني 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 غني. قولوا على مرت عمر وقولوا عليها لابسة صباط احمر وجاية عليها. قولوا على مرت عمر وقولوا عليها لابسة صباط احمر وجاية عليها. قولوا على مرت عمر وقولوا عليها لابسة جلابة وجاية عليها. قولوا على مرت عمر وقولوا عليها لابسة صباط احمر وجاية عليها. قولوا على مرت عمر وقولوا عليها عندك امراه وتنجم تكلى عليها، راجل في كتافك ماشي كيما العجوز اللي عندي تخاف من خيالها. شكون اللي ما يخافش؟ حتى بندريس الله يرحمه كان يخاف، رافدان مكحله وكي جات عليها يخاف من جنون. الله يرحمه بصح يخلصوا في ديك الدار ان شاء الله، يخلصوا هنا قبل لهيه. ما تحركش، ما عندك علاه تخاف، هنا راك في الستر. عمر عمر عايشة وين راهم؟ راهم سلكوا الجدارمية ما يحكموهمش. شكون انتوما؟ انا من جماعة سي عبد الحميد اللي تعرفوا. صحاب السياسة؟ نعم كلنا نعملوا السياسة. شافت سي بندريس طرقنا تلاقات ومازالت تتلاقى مرة أخرى، يعني للأسف عمر وانت ما راكمش معنا. علاش ما قصوش على البدعيين اللي يحكيوا الخرافات اللي رقدونا؟ تهضر على الاتحاد؟ انتم أصحاب السياسة ما راكمش متحدين بعضكم بعض، لهيتوا كاع في ورق الشجرة وسمحتوا في الجدره. صحيح، باش عبيد يتحرك لازم له زمن طويل سنين، ولهذا بحثوا على الوف كما عمر وبندريس منضمين متحدين يد واحده ما تصفق. انا وانت متفقين، كاين الشعر الثوري وكاين البدعي، كاين الرجل السياسي ثوري وكاين البدعي. واحد النهار تلت عرب كانوا في السوق القوا عسكري الدولة 1600 فرنك. واش فيها؟ اما لمنين حكموهم فوتوهم في الشارع الاحمر تاع الجزائر. الاول قضى فيها 20 سنه، الزوج 10 سنين والثالث 7 سنين. واحد الفلاح مسوق واحد النهار لقاه القايد قال له علاش ما تخلصش الغرامه نتاعك؟ قال له والله ما نسعى فرنك. نزل القايد طاح الهراوه حتى شبع، قالوا العود وزاد له البغل، رمى عليه السنسنه ولداه للحبس. هذاك المغبون هرب من الحبس، جاب سيرته فيكا توجه للمحكمة حكى لهم القصية، قال له الجوج راه راك مسرح ولكن رد السنسلة. جماعة راهي تقرع لنا في المدينة، أيا سهل أيا سهل ما تخافش راهم يتهلاو فيك. دروك نجم نتكلى عليك.
ماذا بك تبعدوا علينا؟ هذا خيركم، رام يسرقوا فيكم، ادولكم الأراضي، ادولكم دياركم وباغين تردوه. ماذا بينا نكونوا متحدين على عامل شريف، بصح مشي على حاجة عسريقة. عندهم الحق، أيا نروحوا. هي يا جماعة اردوا علينا هذا الخير ما يسحقه. واش الخوف؟ كاش حد كراكم مفلوكه ولا حبيتوا تمكوها؟ اسمح لنا، رانا هاربين من جهه درميه. وين رايحين درو؟ رايحين هاك. يا راهم زوج واحد اخرين من غادي. شوف هدو هاد المريره هادي راهي توصلكم. عم والديك. والدينا والديك. فاطمة ياو قولي لولدي يجي لحالو. صح انا بديت نجوع نتاع الصح. اسمع ما كاش الخوف هنا؟ ما تنساش انا رايحين عند اختي. كيما الخطره اللي فاتت قلت لي رانا رايحين عند العجوز. يا فربي يا عمر خويا اخبارك كيراك داير؟ راني بخير قرب يا ما ماري هنا هادو يومين وانا نتسنى عليك. شكون ما خفي خفي عمار وليدي كيراك داير؟ كيراك قاعد على بعد وليدي. شكون راه معاك وليدي؟ راه معايا بندريس. اروح وليدي اروح. كيراك داي؟ مساء الخير عليكم. مساء الخير وليدي. اخبارك اما؟ خير كيراك. ما شافكم حتى وليداتي؟ لا بندريس راه ميت بالجوع. اش بغيت تاكل اخويا؟ الطعام اختي عندي مده ما كليتوش. من الموت تعطاك القلب والعسى علينا لين ونسى تاع المقبره انا شو نشوفو. هيا خف خف النوم حرد معني انا وليداتي. حتى احنا ما مراش نردو. واش خير؟ خطر القايد وجماعته وخطر الجدار. روح جيب لي ربع زيت وكيلو لفت والدراهم يقولوا ديرهم في الحساب ومن بعد نخلصوا. هيا خف 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 هادو ثلاث ايام الجدارميه قلبوا الدنيا عليكم. جاوا سقساوني وقلت لهم بلي ما شفتكم مريضكم. Thank you.
ايه يا وليداتي دار الدنيا غدارة. ما حبيناش نقول لك على خاطر حسبناها غير هدرة، وهي صدقت صح. ما عندوش الحق، ياك عايشة فت عليها عمر. القايد يعرف الحق وليداتي، ينجم يشري حتى الطلبة. عمار بشير اخرج ولا نحرق الدار. هذا صبي وجماعته، اقعد يا ولدي مطروح، خليني نحرق الدار. كيف تفعل؟ ما درت والو انا غير غلبني راه دخلت واحد القرطه بسي فارس. Ils prennent les domaines de Pérez pour des zones de pâturage. On va te faire un cours sur la propriété privée. Dites, le chef n'est pas content. Il vous demande tous. شي جديد في الدوار؟ غدوار رايحين يدوا عيشة العجوز وبيا. علاش؟ باش يكتبوا لها ويشربوا لها كاش حاجة باش تنساك وتتزوج مع ولد صبي، راهم جربوا كل شيء. شكون اللي قال لك هالخبر؟ عجوز وبيدا بنفسها وراهي عجبها الحال باش تواسي هاد مزية في القايد. تشرب قهوة؟ لا صح أنا راح بقى لخير. دار زبيدة بعيدة عن الدوار. لا غدوة وما كان حتى واحد في الدنيا اللي يقدر يبدل لي راي. رد بالك، دائما كان واحد يمشي معاهم ومسلح. ومن بعد والله حتى يكونوا عشرة. كل واحد فينا يحلم كتير. الحلم نتاعك انك تروح لعائشة وتجيبها بكل وسيلة ولو تفح حياتك على خاطر تحبها. مدى بيا تنجح. حتى انا عندي حلم ولكن يختلف على الحلم نتاعك. واش هو الحلم نتاعك؟ شفت المخطوطات نتاوعي؟ مدى بيا كل ناس الدوار يسمعوا قصايدي، والحلم نتاعي
هني كاع الناس الدوار يكونوا دايرين بيا وانا نقرا لهم في قصايدي وقصايد الشعراء الاخرين. هذا مكان، هذا مكان. شوف لو كان نقدروا نجيبوا عائشه نعاهدك نعاونك. واش دير روحك عايشة بنتي؟ القايدة نرسلنا كروسة بار نروح نزورو الحشية. شوفي يما عمري ما حسيتك حبيتي تزوجيني لولد هاد الكلب تاع القايد؟ بصح كون تزوريني 70 مرابط وديري واش ما تحبي غير عمرني ما نقلعوش من بين عينيا. يا بنتي واش هاد الخريفات راكي تخرفي فيهم عليا؟ وكان امك وما نبغي لك غير مليحة تحسبي نبغي لك الضرورة. هذاك عمار خاين وخاطف وحياته مفوتة غير في الحبوسات. شوفي حالة امك راهي دايرة. بل القايد ناس ملاح وناس كبرى وحتى الحكم مصعرفين بيهم ومقادرينهم. صح حبيتي تزوجيني ولد هاد الكلب راني قابله بصح غير عمر لي ما نقلعوش من بين عينيا. على حسن ما راني نشوف يا بنتي هذا عيدك الخبيث تاع صاحبو شو صار هنا قش لك بصح نسيب لك دواك ونسيب طالب خير منه. من هنا نقدروا نشوفوهم. اختاريا روحي دي القهوة روحي. كي راكي اختيج؟ ها راكي تشوفي على لا زبيدة الحالة اللي رانا فيها. كل شيء
حوسوا عليه وجيبوه لي. نودي ما كاش واد اللي ما عندوش العنصر تاعو، ما كاش شجرة اللي خالقة بلا عروق، ما كاش وطن اللي ما عندوش مواليه. ولكن واش راه صاري عندنا هنا الآن؟ أرضنا راهي تحت كرعين الأجنبي يعفس عليها بدون رحمة وبدون شفقة قدام عيوننا، وحنا ساكتين راكعين وظهورنا مكسرين. واش اللي وصلنا لهذ الحالة؟ العدو هو اللي ولا يقول أنت مولا سيدي فلان والآخر مولا سيدي فلتان، وبهذه الخرافات فرقنا ولينا نشوفوا في بعضنا بعض كالعديان. إخواني، باش ندافعوا الكرامة تاعنا والشرف يلزم منا نتحدوا، لأننا كلنا أولاد هذا الوطن، نتحدوا لأجل الحرية. احنا مستعدين باش ندافعوا على الوطن وعلى الكرامة تاعنا، بصح من بعد الاستقلال كيفاش تكون الحالة تاعنا؟ من بعد الاستقلال كمناضلين وطنيين نحاولوا باش تكون العدالة الاجتماعية، باش تكون حرية الكلام، إنه كلنا لباس نعيشوا بالأجور نتاع خدمتنا، ما يبقى حتى مستغل في بلادنا، ما يبقى لا قايد ولا معلم ولا بني ويوي. نحاولوا أيضا يسقط الجوع من هذه البلاد، أرض جدادنا ترجع لينا، كلنا نأكل اللحم اللي نشوفوه إلا بعينينا، لأولادنا يكلهم الحليب بكثرة اللي يكفيهم. ولهذا الحزب به يواصل الكفاح لازم له نصيب من المال. ها هي من عندي في سبيل الوطن. Ils vont me le sauver mon père. Alain est encore dans le coma et les médecins se prononceront peut-être demain. S'il meurt, je me tue. Fous le camp, je veux pas voir ta sale gueule ici. Denise, je comprends ta souffrance, mais domine ta violence. علمولكم حرف المين. ما شفت ما سمعت ما نعرف ما على باليش، فاقولكم بخرايبكم. ايتها تبعوا انت يا بوك ما نساوكش. فوت منا اتبعوا انت زيد انت. واش حبوا هاد الوطنيين في بلادنا؟ واش حبوا عندنا؟ واش تبغاونا؟ بعد دخول فرنسا لبلادنا من 1830 شفنا الارض تسقمت، شفنا الجبال تغطات، ولات بحاير ولات جنان، ولينا ناكلوا وندفعوا ماكلتنا لواحد اخرين. واليوم رانا نتبعوا في هذا اصحاب الوطن اللي راهم خربوا لنا معقل تاع الناس وفرنسا
دارت لنا ليك ولاد، قرات لنا ولادنا، زهاتنا، دخلت لنا المال الديار، وصنعت لنا كيما قلت الطرق، وسقمت لنا البحاير، وسقمت 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 وعدلت. ولا تنساوس هذا جنس قوي قوي، وبويسة عنده سلاح، عنده العسكر، وعنده احنا باغين نعاندو هاد الدراري اللي راهم يشلشونا، رانا نروحوا في داهية. لا تصنتوا لهمش، لا تصنتوا لهمش، اصنتوا لي ما راني نقول لكم. وما دام كاين الشاب وبريطة هنا، ما دام كاين الخير هذا كنز. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى. الإنسان ماذا به يزود يعني نفسه بالعمل الصالح والتقوى، وماذا به الإنسان يعني الاستعمار. حب نقول إحنا مثلا يعني شتت ما بين المؤمنين والمسلمين، لكن لم يستطع الإنسان ماذا به يعني يزود النفس تاعو بالتقوى والعمل الصالح، وأن يكون يعني ثابتا، وما يكونش الإنسان خايف. المؤمن قوي بأخيه، ضعيف بنفسه. عذبونا يا سي عمران، قالوا لنا ما تبعوش الوطن والبوليتيك. وسي عثمان وراه؟ سي عثمان راهم عجلوه، وقال لي تروح تقول لهم مالي بلا في السبيطار. عاودينا اش داروا له؟ عاودينا اش عنده؟ عاودينا 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 اش داروا فيه مليح هكا يسرى النقاح، كلنا نجوزوا على هذا الطريق. إذا كان ما رضيناش الفعل هو مات تحت العذاب، لا شفقة ولا رفقة. انظروا مليح، قال الله سبحانه وتعالى: فمن قتل منكم فانتقموا منه، خايفين لا يشرعونا فنرفعوا رسالنا يقتلونا، خربوا أرضنا، حوق أولادنا، أصبحنا عبيد في أرض أجدادنا. هل الحقيقة مطروحة أمامكم؟ قال الله سبحانه وتعالى: خافوني لا تخافوهم إن كنتم مؤمنين، أتوني برهانكم إن كنتم صادقين. الله أكبر. خبرني يا بابور وجابك لينا، قصتنا وإحنا في تشطين، من بعيد جايب عقلي يا شينا، قاصد كفاة المسلمين بمواج قاوية، بحرك هاج علينا، شتتنا جميع شمال ويمين، منا من غرق ومنا من رفيق بينا. يا بابور عف الوطن الزين، قلنا هادي الفنات صبت علينا، تشاردنا وقلبنا حزين. يا بابور الموت راك باغي تفنينا، ومعك الدار حامل للسكين، قاسينا المرار منهم يكفينا، طولت هادي مدة وسنين. افنا يا بابور روح خلينا، وتركنا على طريقنا سايرين. قول لي يا سي بندريس،
على حساب اللي نشوف راك تدرس فينا واكل لا يمس وانت مع قطع طريق. مانيش قطع طريق يا جماعه. فيما يخص عمر المكتوب فرق بيناتنا وانا راني معكم ودرت اختيار ماذا بيا الشعر نتاعي يكون في خدمتكم. اليوم راه خونا واللي دار غلطه واعترف بها ان الله غفور رحيم. يا وليدي فهمني هذه سياسه ولا شعر؟ نصيب من السياسه ونصيب من الشعر. الامير عبد القادر رحمه الله كان يستعمل الشعر ويستعمل السكين. واش بك من الصباح وانت تشوف هذا العمد؟ من عيون مشو يقدروا يحكمونا بهذا الخيوط اللي غرسوهم في بلادنا كرتيلة. يراقبوا فينا الليل مع النهار. نتمنى كاش نهار نقلعوهم من بلادنا هكذا ما يصلحوا لحتى شي. عمك الله يرحمه الله يوسع عليه دائما قتلوه لأجل السياسة. هذا الوقت اللي لازم نتحدوا فيه. المقصود واحد ولكن طرقنا تختلف. مرحبا بك في كل وقت ولكن احذر روحك من صبي. ابقات لك حتى 10 بدل المكان. هيا اللي ميلقش وين تاني؟ مانيش عارف لازم نسافروا. بصح قدامي لا نسافروا لازم نفريها مع القائد الصابي. ما تظنش بلي معاهم يكونوا مضمونين خير من اللي رانا هنا وحدنا؟ ما نزيدوش نرجعوا لهذا الكلام. كي يجي النهار انا نكون من الاولين. وانت تترك تحت سيدي عبد القادر؟ كاش تريك سيدي عبد القادر هنايا؟ كاين هذا الامري من هنا. محمد واش حبت؟ غلطة في الطريقة سيدي القايد. غلطة في الطريق. ما زادش ولد المرأة اللي يجوزها عليا. ثق بها يا بني مهبولة دايرة صباط أحمر معروف كي لالا متاع فرنسا. Thank you.
شكاين 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 سمعت سي عمران؟ سمعت. عجل الله بيروحي النار وبيس القرار. فهم ديروا فيها الزردة. شاف. أنا معمر. أنت أم عمار؟ إيه. جبتي الكوار؟ على كل حال ما عندهم ما يصلحوا، يلزمنا نواسيو الكوار بواحد أخرين وبأسم آخر. هما بصح توصيه أنا نجيبهم له في النهار. ربي يحفظك. إيه وهو يحادر على روحه. وما تخميش حنا أصحاب الحبس خاوة. أنت اللي خرجت خوك. وي لا ما دافعناش على بعضنا بعض، شكون اللي دافع علينا؟ البوليسيه. ربي يخليك اوليدي. جمعي جمعي تاكلي القمه جمعي. عمر علاه ما نروحوش مع عبد الحميد وجماعته؟ علاش ما نروحوش مع عبد الحميد وجماعته؟ كاين اسباب كثيره. ما نحبش تكوني مره وحدك عايشه في وسط الرجال. هما تاني عندهم نساهم ولادهم. صحيح، بصح هما نساهم قاعدين في الدار، ولادهم في الجامعة ولا في المدرسه، واحد في خدمته واحد في حانوته، ويقصروا على السياسه من بعد وقت الخدمه. جوش دخنا لازم ان نقابلوهم بالايمان بالنظام في هذا الصفة نقضيه عليهم من دون شك. قضيتنا على حق، والحق ينصر الله، وإحنا الفائزين من دون شك. كل لنا خطوة لنعملها إلا نقيسوا الاستعمار مور البحر ملهي، ولكن لازم أن نكونوا متحدين. قصد كفاة المسلمين بمواج قاوية بحرك هاج علينا، تشتتنا جميع شمال ويمين، منا من غرق ومنا من راه في يغبينا. يا بابور عفلق النزيل، قلنا هذه الفنات صبت علينا، تشردنا والقلب حزين. On prend les notes. C'est vraiment pas la peine.
الأمر المحتوم. كل جمرة مجمر حزني من صبها في الدم.